أفلح من ذكر الله وصلى على النبي. ما شاء الله تبارك الله يا مدوري فضل الله يا أهل الماعز. هذه ماعز مصرية مشروخة على عدة 22 بالتيس، أسنانها 9 جذعات والباقي بين رباع وسدس. الحالة 4 حليب و3 دفيع والباقي مقرعات. الموقع العلوي الكهربي السعودية، حفر الباطن والتفاصيل أكثر. التواصل رقم الجوال، لا تنسوا دعم القناة بإعجابكم جزاكم الله خير، واللي ما اشترك يشترك، يفعل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.